السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة يعني أنا كل مرة بقول لكم في أول المحاضرة، هي محاضرة ظريفة وصغيرة وكده. محاضرة النهاردة مش أظرف حاجة إنها تتاخد أونلاين، هي ما كانتش والله صعبة لما أخدناها فيس تو فيس أيام العز، بس النهاردة محتاجة يعني سن التخيل، رغم إنها مش كبيرة. يعني محاضرة النهاردة مش كبيرة، بس يعني محتاجة إيه، تطلق العنان كده لدماغك كده وتحاول تعمل بإيديك كده زي ما هنشوف. يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب توصلوا اللي أنا نفسي فيه. يعني طبعا هي فيس تو فيس الحاجات دي بتكون الدنيا غير خالص، بس إحنا هنحاول وإن شاء الله الدنيا إيه، نشطر والدنيا تمشي يا رب. طيب تعالوا كده نبتدي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا المرة اللي فاتت لما أخدنا الفورث فنتركل وأخدنا البرين ستيم، كنا عرفنا ان احنا من اجزاء البرين المختلفه اللي كنا لسه بقى صغيرين، وبنقول في حاجه عندنا اسمها الفور برين، وفي حاجه عندنا اسمها الميد برين اللي كان اول جزء من البرين ستيم، وبعد كده الهايند برين اللي هو كان عباره عن البونس والمضله والسيريبل. وكنا قلنا ان كل الجزء دوت اللي فيه السيريبرال كورتكس، كل الجزء دوت كان ليه كافيتي اسمه لاترال فنتركل، مش رحناش في حاجه. وقلنا الجزء اللي هنا اللي هيكون موجود هنا فيه الداين كافرن هيبقى ليه كافيتي تاني اسمه ثيرد فنتركل، ما قلناش في حاجه. واللي كنا اتكلمنا فيه هو كان الكافيتي اوف هايند برين اللي كان اسمه الفورث فنتركل. لو جينا في الرسمه دي، انا هنا حاطه السيريبرم اهو، كل البرين من فوق اهو، فكان الكافيتي اللي موجود هنا اللي كان اسمه اللاترال فنتركل اللي مكانه كده بالظبط زي ما انا برسم كده، هو ده كل اللاترال فنتركل. واللي انا شايفاه تحتي ده هو ده اللي كان اسمه الداين كيفالون اللي هو كان منه اجزاء الثالاموس واخواتها. كان اهم جزء فيه اللي كان اسمها الثالاموس اللي انا شايفه فيها الزرار ده اللي هو دوت بتوين الثالماي الاثنين، بتوين الثالماس واختها التانية، وديت الزرار ديت اللي هي الادهيجن اللي ما بينهم، وكان في كافيتي ما بينهم في النص هو ده اللي اسمه الثيرد فنتركل اللي هو موضوعنا النهارده. وادي السيربيلم اهو، وكان قدام السيربيلم وفي ظهر البونز كان في كافيتي اسمه فورث فنتركل. فمعنى كده ان احنا عندنا ثلاثة فنتركلز، عندنا اللاترال وعندنا الثيرد وعندنا الفورث. بس هو الحقيقة احنا عندنا الثيرد والفورث هو كافيتي واحد، يعني واحد واحد، لكن اللاترال احنا عندنا 2 سيريبرال هيمسفير، فبالتالي عندنا 2 لاترال فنتركل. فالاثنين لاترال فنتركل قلت المره اللي فاتت ان احنا ما بنقولهمش الفيرست والسكند ولا بقولهم الرايت والليفت، قلت مره واحده واريح دماغنا لاترال ولاترال فنتركل. خلاص، وليه محاضره ان شاء الله لوحدها او محاضرتين كمان. لو احنا بصينا في الرسمه دي، انا هنا في المحاضره بنتكلم على الثيرد فنتركل، بس انا عايزاك قبل ما هنبتدي في الثيرد فنتركل عايزاك تتخيل كام حاجه كده معايا علشان الكوميونيكيشن والرسومات تبقى ما تتوهكوش. لو انا كده، انا كده بصة lateral view بسيط خالص، انا كده anterior وكده posterior. يا دكتور عرفنا ازاي؟ انا كده 2 بول زي ما اتفقنا، وكده single بول يبقى انا كده ورا ناحية cerebellum، وكده قدام anterior. انا كده كل اللي انا بشاور عليه ده، كل ده اسمه lateral ventricle. يا دكتور هو اللي انت بتشاور عليه الدايرة دي ولا التيل ده ولا ايه؟ لا، اللي انا بشاور عليه الدايرة بالتيل بالجزء اللي قدام. فبالتالي lateral ventricle اللي هو مش موضوعنا النهاردة، اللي هو الكافيتي اوف سيريبرام نفسه، هو عباره عن انتيرير هورن، هو عباره عن بادي، هو عباره عن بوستيرير هورن راجع بوستيرير، هو عباره عن انفيرير هورن راجع عند التمبرال لوب. فبقى كل دوت كده، كل الشكل ده اسمه لاترال فنتركل. عندنا كام لاترال فنتركل يا دكتور؟ عندنا 2، انا شايفه هنا واحد والناحيه الثانيه في واحد كمان، فكل سيريبرام في واحد. ايه فكره الفنتركلز كلها سواء اللاترال او الثيرد او الفورث؟ انها سبيس بيشيل السي اس اف، بيسكريت سي اس اف ويشيل السي اس اف، وبنعمل سيركيليشن للسي اس اف حوالين البرين وحوالين السباينال كورد، ونهايتهم كلهم بتبقى في السب اركنويد سبيس للفينس ساينس زي ما هناخد ان شاء الله المحاضره اللي جايه. ادي الكافيتي اللي انا ملونه باللون الاخضر ده، مش انا يعني، بس ادي الكافيتي اللي متلون باللون الاخضر ده، وانا شايفه اهو الجزء ده اللي في النص هو ده الكافيتي اوف داين كيفالون اللي هو عنوان النهارده، كافيتي اوف داين كيفالون او كافيتي اوف كافيتي البتوين التو ثالماي. كافيتي اوف داين كافر. خلاص، طيب امال مين ده؟ هو ده الفورث فنتركل. ده رسم كروك يعني، وعايز اوريك بس هو مكانه فين. الفورث فنتركل ده اللي هو قدام السيربيلم واللي ورا البونز. طب اللاترال فنتركل دوت ماشي في كل السيربرم، مش انت بتقول ان هو كافيتي اوف سيربرال هيمسفير؟ يبقى يصح يبقى ليه انتيرير هورن عشان ياخد سي اس اف اللي هنا، في الفرنتال يصح ان هو ليه البادي عند البرايتال، يصح ان يبقى ليه بوستيرير هورن عند الاوكسيبيتال، يصح ان يبقى ليه انفيرير هورن عند التمبرال. ده انت بتقولي كافيتي اوف سيربرم، يا كافيتي اوف سيربرال هيمسفير، يبقى لازم يكون ليه كذا جزء لكل اجزاء السيربرال هيمسفير. طب الداين كيفالون الغلبان ده؟ لا خلاص بقى، انت خد لك الثيرد فنتركل كفايه.
طب الهايند برين، الكانسربيلا والبونس والمدلة، خلاص بقى انت كفايه عليكم الفورث فينتركل، تمام؟ فيبقى اللاترال فينتركل هو اللي باين لنا الكبير قوي ده علشان هو السريبرم، الفورث هو واحد، الثيرد هو واحد، والفورث هو كمان واحد. هنيجي في كذا سيكشن هنشوفه ان السكيشن لو انا قطعت السكشن هوريزونتال كده هوريزونتال كده، انا ماشي بالعرض كده، فالسكشن الهوريزونتال كده انت اكيد اكيد هتيجي في مين؟ في الانتيرير هورن اوف لاترال فينتركل، في الثيرد فينتركل، في البوستيرير هورن اوف لاترال فينتركل. هل في احتمال وانت بتقطع السكشن كده تيجي في الانفيرير هورن؟ لا خالص، انت ممكن تيجي في الانفيرير هورن لو انت بتقطع كورونال سكشن، لكن لو انت بتقطع هوريزونتال سكشن يبقى انت الانفيرير هورن ده مش هيبان معاك باي حال من الاحوال. اللي هيبان معاك انتيرير، ترجع لورا يبقى الثيرد، نرجع لورا يبقى البوستيرير هورن اوف لاترال فينتركل. هل الفورث فينتركل ممكن يبقى ليه دور في الصوره؟ خالص، انا وانا اقطع هوريزونتال زي ما هنشوف كمان شويه، انا هاجي بالرسمه كده هقطع هوريزونتال كده وهرمي الجزء اللي فوق دوت في الشارع، وهبص على الرسمه من فوق، هبص على اللي انا قطعته من فوق، فهبقى شايف الانتيرير هورن الاول، ارجع لورا شويه اشوف الثيرد، ارجع لورا شويه اشوف البوستيرير اوف لاترال. وطبعا الاستراكشر اللي في النص ديت هيبقى ليها نصيب كتير اللي هشوفه بقى. طيب نمشي واحده واحده كده لغايه ما نشوف. يبقى انا دلوقتي انا فهمت ايه دلوقتي يا دكتور من اللي انا قلته من اول الرغي الكتير بتاعي ده؟ انا قلت ان الثيرد فينتريكل هو الكافيتي اوف داين كيفرن. جنب الداين كيفرن انت تكون عارف ان الداين كيفرن الثالاموس واخواتها، الثالاموس بقى الهايبو ثالاموس الايبي ثالاموس السب ثالاموس اي حاجه، هو الكافيتي اللي ما بينهم، الكافيتي اوف داين كيفرن هو موجود مكانه بتوين التو ثالاماي. عرفنا ازاي ان في ثالاماي يا دكتور؟ الثالاماي اللي هي المكان الـ في الداين كيفرن اللي انا بلاقي فيها الجزء الزرار دوت اللي بيكونكت الاثنين ثالاموس مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي. الثيرد فينتريكل ده ليه كوميونيكيشن، يعني ايه؟ اتفقنا المره اللي فاتت واحنا بناخد في الفورث فينتريكل ان احنا كل فينتريكل مش بيسكريت كده السي اس اف وبيقعد كده مع نفسه يغني مع نفسه لوحده، لا مش كل حته سليمه بس لوحدها، لا كلهم بيكونكت مع بعضيهم. ازاي؟ اللاترال فينتريكل ده القمر ده اللي فوق ده اللي هو الانتيريور هورن زي ما اتفقنا، والبادي زي ما اتفقنا، والبوستيريور هورن اهو كاتب لك حتى الاوكسيبيتال هورن، والانفيريور هورن او التمبرال هورن، والانتيريور او الفرنتال. اللي مش مذاكر حتى لاترال فينتريكل ولا اول مره يسمعه بالنسبه له الكلام ده مفيش مشكله هيمشي معايا خطوه خطوه. لو دوت كده كان الثيرد فينتريكل اهو، وادي كده الفورث فينتريكل. اتفقنا احنا قلنا ان مش كل جزء لوحده، لا السي اس اف بيسيركيوليت، يعني سي اس اف المفروض يطلع من ده يسلم للي بعديه يسلم للي بعديه وهكذا. فالسي اس اف اللي طالع من عند اللاترال فينتريكل هيكوميونيكيت بالفورامن الصغيره دي باسم الساينتست اللي اكتشفها مونرو، انترفنتريكولار فورامن اوف مونرو. يعني ايه انترفنتريكولار؟ انترفنتريكولار يعني هي بتوين تو فينتريكلز، انا هنا اللاترال فينتريكل وهنا الثيرد فينتريكل، يبقى الفورامن ديت هسميها interventricular foramen of اسم الساينتست اللي اكتشفها العم مونرو. طيب ما بين الثيرد فينتريكل والفورث فينتريكل لازم السي اس اف يسيركليت عشان ارجع بعد كده حوالين البرين في السب اركنويد سبيس وانزل تحت في المظله زي ما اخذنا في الفورث فينتريكل. ما بينهم الاثنين اتفقنا ان في كانال ما بينهم سريبرال هي عشان في السريبرم، والكانال ديت كانها جواها ميه الكلير فلويد اللي شافوه دوت السي اس اف فسموها سريبرال اكويدكت اوف سيلفيس. الاسم مهم، سيلفيس عمنا اللي اكتشفها. يبقى انا دلوقتي انا الكوميونيكيشن بتاع الثيرد فينتريكل كانت عباره عن حاجتين، قدام هنا بقى كوميونيكيت مع اللاترال فينتريكل عن طريق الانتر فينتريكولار فورامن اوف مونرو، وبيهايند مع السريبرال اكويدكت اوف سيلفيس اللي هي اللي دخلت جوه الميد برين. تمام كده، دي اول حاجه. احنا خلصنا السايت وخلصنا الكوميونيكيشنز، ناقص لنا بقى الجزء اللي ريزل جدا جدا اللي هو الباوندريز والريليشن بتاع الثيرد فينتريكل. بس قبل ما نبتدي في الباوندرز والريليشن همشي معاك في الصور خطوه خطوه علشان ايه نبقى عارفين احنا فين. ادي الثيرد فينتريكل اهو، ادي الثيرد فينتريكل المكان ده. هو انت مشاور على الثيرد فينتريكل ولا هو الثيرد فينتريكل في الهواء؟ ركزوا بقى معايا جدا جدا كده وارجعوا بقى كده بظهركم. لو انا كده واخده ساجيتال سكشن وانا كده ميديال، انا عرفت منين ان ده ميديال الاول؟ ادي الكوربس كالوزم يا دكتور ما تضحكيش علينا بقى. وادي الفرونتال لوب اهو، انا كده قدام ادي الفرونتال لوب الميديال فرونتال اريا، وكان عندنا هنا في حاجه اسمها باراسنترال لوبيول، وهنا كان في حاجه اسمها بريكيونيس، وهنا كان حاجه اسمها كيونيس، وهنا كان حاجه اسمها لينجوال فيروس. يا دكتور ما ترجعش علينا المواجع. المهم كل الجزء ده كان الميديال لوب. ادي الكوربس كالوزم اهو، صح؟ ادي الكوربس كالوزم باجزائه، روسترم والجينو والبادي اهو، وادي السبرين، صح؟ طيب فين الميد برين؟ ادي الميد برين، وادي البونس، وادي المدل. طيب فين السيربيلا؟ اهو. امال فين الفورث فينتريكل؟ اهو.
وفين السيريبرال اكويدكت؟ اهي ادي السيريبرال اكويدكت اللي هتوصل لنا الثيرد فنتركل بالفورث فنتركل واللي ماشيه في الميد برين، وكانت قسمت الميد برين لجزئين زي ما قلنا قبل كده. طيب لو كل الجزء دوت ادي الثالاموس، عرفت منين ان ديت الثالاموس؟ الثالاموس انا شايفه فيها فتحه الزرار ديت اللي هي الانتر ثلاميك ادهيجن اللي ما بين الاثنين ثلاماي، وديت كده ده مكان الثالاموس. امال الجزء الاخضر اللي مداري على الثالاموس ده هو ده الثيرد فنتركل. يعني انا لو حطيت الساجيتال بتاع الناحيه الثانيه حطيته عليه كده وقفلته، فانت شايف البرين كله كده على بعضيه. الثيرد فنتركل في المكان ده كده بالظبط اللي انا بشاور عليه، يعني انا بشاور في الهواء بالظبط كده، انا بشاور هنا كده في الهواء. فبقى الثيرد فنتركل مكانه هنا بين التو ثلماي، هو معدي فعلا بين التو ثلماي. وبقى اللاترال وول، الذكي قوي قوي هيفهم الجمله اللي انا بقولها، بقى اللاترال وول ليه هو الثالاموس، وبقى اللاترال وول ليه الجزء ده اللي سميناه المره اللي فاتت الهايبوثالاموس، وبقى اللاترال وول ليه هو السالكس اللي ماشي في النص ده اللي سميناه الهايبوثالاميك سالكس. يا دكتور احنا تهنا، لو انا ده كده الجزء ده كده هو ده الداين كافرون بتاعي الثالاموس والسب ثالاموس اللي فوق الميد برين على طول، والهايبوثالاموس اللي تحتينا بس قدام اللي تحت الثالاموس بس انتيرير، كل ده كده على بعضيه سميناه الداين كافر. كان ده الثالاموس وده السب ثالاموس وده الجزء ده الابي ثالاموس والجزء دوت الهايبوثالاموس، تمام؟ فالثيرد فنتركل المفروض مكانه هنا كده بالظبط، الثيرد فنتركل مكانه هنا كده بالظبط، خلاص. فلو انا قلت لك الثيرد فنتركل هو لاترال وول زي ما هنشوف كمان شويه للثالاموس والهايبوثالاموس والهايبوثالاموس سيركل سوري والهايبوثالاموس نفسه، عشان كده هو ده اللاترال وول ليه. طب واللاترال وول الناحيه الثانيه؟ ما هو محشور في النص، فانا اللاترال وول ليا على الجنبين الثالاموس والهايبوثالاموس والثالاموس والهايبوثالاموس الناحيه الثانيه، فمحشوره ما بينهم هما الاثنين، خلاص. طيب ده كده اول جزء ان انا عايزك تعرف مكانه اصلا فين. طب تعالى كده نشوف الهوريزونتال سيكشن. لو انا جيت كده في الساجيتال ورحت قطع هوريزونتال كده وانا عايز اشوف المنظر ده، انا جيت كده في الانتيرير هورن قطعت فيهم الاثنين، فانا شايف ادي الاثنين انتيرير هورن، وقطعت فيهم الاثنين جاي عند البوستيرير هورن اهم، وقطعت عند الثيرد فنتركل. فين الثيرد فنتركل هنا في الرسمه؟ لو انا حطيت لك ان دي كده الثالاموس، ادي الثالاموس اهي، احنا عندنا اثنين ثالاموس، وادي الثالاموس اهي، وادي الزرار اللي هو الانتر ثالاميك ادهيجن. اعتقد كده بقى الرسمه واضحه جدا. فين الثيرد فنتركل في الرسمه دي؟ فين الثيرد فنتركل لو انت بتقولي لي ان هو مكانه بين التو ثالاماي؟ ادي الثيرد فنتركل اللي هو مكانه بين التو ثالاماي، محشور في النص ما بينهم. امال فين اللاترال فنتركل في الرسمه دي؟ انا قطع هوريزونتال كده، فين اللاترال فنتركل قدامنا؟ قدامنا ولا ورانا؟ ادي الانتيريور هورن اوف لاترال فنتركل، وادي كان البوستيريور هورن اوف لاترال فنتركل، بس انا عملت سكيب للرسمه. يبقى انا كده لو انا جايه كده انتيريور هورن اوف لاترال فنتركل وبوستيريور هورن اوف لاترال فنتركل، وادي الثيرد فنتركل اهو، وادي البادي اوف لاترال فنتركل، يبقى كمان شويه لما اجي اقول لك في الريليشن خلي بالك ان الريليشن بتاعتنا البادي اوف لاترال فنتركل هيكون هو الايه؟ البادي اوف لاترال فنتركل هيكون هو الايه؟ علاقته بينا ايه؟ هو الروف اوف ثيرد فنتركل. لسه ما بدأناش خالص في الباوندرز، انا عايزاك تاخد الدنيا في دماغك وتبقى انت عارف انا مين فين، انا ايه اللي جابني هنا. لو انا كده بص انتيرير فيو، فانا بصه كده ادي الاثنين انتيرير هورن اوف لاترال فنتركل، وادي اللي انا شايفاهم الاثنين الانفيرير هورن. طب البوستيرير اشمعنى مش شايفاه هنا؟ لا البوستيرير ورا بقى في الحيط، انا مش شايفاه هنا، اشوف الانفيرير والانتيرير اتفقنا. ادي الثيرد فنتركل وادي الفورث فنتركل. طب الكوميونيكيشن بتاعتك ايه؟ الكوميونيكيشن ما بين الاثنين فنتركل والثيرد كان انتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو، ما بين الثيرد والفورث كان الايه؟ السيريبرال اكويدكت. طب ادي الانتيريور هورن اوف لاترال فنتركل والاثنين قريبين من بعض قوي، لازقين في بعض يعني يا دكتور، يعني السي اس اف بيلزق ما بينهم هما الاثنين؟ لا، ربنا عامل شيت في النص كده من جري ماتر في النص، حاجه في النص اسمها سيبتم بليسدم. السيبتم بليسدم دوت فاصل ما بين الاثنين انتيريور هورن اوف لاترال فنتركل، وهو مهم النهارده وهوريه لك في الرسومات الثانيه جايه. بس احنا لغايه دلوقتي قبل ما نبتدي في الباوندرز في الروف والدنيا تبقى باينه في دماغي، انا فين اللاترال، فين الثيرد فنتركل ده؟ عرفنا الكوميونيكيشن بتاعته كويس، ادي كل المكان ده هو الثيرد فنتركل، كل المكان ده هو الثيرد فنتركل. السلايد دي متعاده تاني ان الثيرد فنتركل بيكوميونيكيت هنا مع الانتر فنتركولار فورامين اوف مونرو، الثيرد فنتركل كان بيكوميونيكيت مع السيريبرال اكويدكت اوف سيلفيوس، الثيرد فنتركل كان هو الكافيتي اوف داين كيفالون اللي ما بين الاثنين ايه؟ ما بين الاثنين ثلماي. طيب نبدأهم بقى واحدة واحدة بقى في الباوندرز، واحدة واحدة بقى في الباوندرز لأنهم كتير شوية ورزلين سنة. اللي أنا خلصتها وبدأت بيها الأول إن أنا قلت لك اللاترال وول بتاعته كانت إيه. لو هنا كده أنا شايف أدي الثالاموس أهي،
تعالوا نبتدي من فوق الثلمس. ادي كل ده هو ده الكوربس كالوز، كل ده باجزائه، ده الروسترم وادي الجنوب وادي البادي وادي الايه وادي السبلين، كل ده كانت اجزاء الكوربس كالوز. طيب امال ده مين؟ ده مين اللي كان طالع كده وظهر لنا كده وقلنا المره اللي فاتت اللي كان جاي من عند الهيبوكامبس وهينتهي قدام عند الماميلاري بادي اللي كان اسمه الفورنكس، كانت الكولن اوف فورنكس. طيب في الرسمه ديت انا لو حطيت لك اللاترال فنتركل فالدنيا دلوقتي تاهت معانا، فما ينفعش هتلاقي في اي رسمه من الرسومات اللاترال فنتركل محطوطين مع الكوربس كالوزا، مش هتلاقيها. اللاترال فنتركل مكانه هنا عشان احطه هنا كده الانتيريور هورن اركبه هنا، فبالتالي يبقى الانتيريور هورن نهايته كده عند الجنوب، الانتيريور هورن البادي اوف كوربس كالوزم هيبقى هو الروف بتاعه، الانتيريور هورن هيكون كله جاي في المكان ده. عشان كده الحته البيضه اللي متشاور عليها دي هي دي اللي بنسميها سيبتم باللوسدم، معلش استحملني شويه النهارده في الاسماء. هو ده السيبتم باللوسدم اللي ما بين الانتيريور هورن اوف لاترال فنتركل اللي ناحيتي والانتيريور هورن اوف لاترال فنتركل اللي في الناحيه الثانيه. احنا عندنا كوربس كالوزم واحد وعندنا اتنين لاترال فنتركل، فواحد هنا والتاني الناحيه الثانيه نايم في الناحيه الثانيه، مين اللي فاصل ما بينهم؟ هو ده السيبتم باللوسدم. خلاص عشان كده لما اجي اقول لك كمان شويه الروف هو عباره عن البادي اوف لاترال فنتركل هتقول لي ملوش رسمه، هقول لك اه ما هو البادي اوف لاترال فنتركل جاي هنا كده بالظبط في المكان ده، عشان كده البادي اوف لاترال فنتركل هو عامل الروف للثيرد فنتركل. طيب تعالوا كده نبتدي في الباوندريز واحده واحده، هي نفس الرسمه اللي هبتدي فيها بس انا عايز ابقى واحده واحده عشان الكلام يبقى مرسوم. يا دكتور نفس الرسمه؟ اه. ادي الثيرد فنتركل مكانه هنا كده. طيب ايه الباوندريز بتاعته؟ اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا البايو ماتر وهي بتغطي البرين، اي جزء من اجزاء البرين اول ما بتلاقي اي سبيس فاضي البايو ماتر بتروح داخله بتانفاجينيت، بتدخل تانفاجينيت، والبايو ماتر مجرد ما دخلت تانفاجينيت لمست الابندايما اللي مبطنه اي فنتركل كله داير ما يدور، لمسته بقى اسمها تيلا كورويدي. تيلا كورويدي يعني ايه؟ يعني البايا دخلت بقت تو لاير بقت عامله فولد كده اللي اسمها التيلا، وكورويدي انها دخلت لمست الابندايما اللي موجوده في اي فنتركل. الفنتركلز كانت السي اس اف بيسكريت بحاجه اسمها الكورويد بلكسس. خلاص؟ طيب التيلا كورويدي اللي دخلت هنا كده وداخل معاها البلاد فيسل اللي هيخليها تسكريت سي اس اف، فبقينا سمينا الثلاثه دول على بعضهم كورويد بلكسس. طيب انا ممكن اقول لك ان ادي الثيرد فنتركل، ممكن تقولي لي ايه الروف بتاعه؟ اه ده سهله جدا يا دكتور. الروف بتاعه ما ننساش من الرسومات اللي فاتت الكتير ان انا قلت لك الروف بتاعه كان فيه البادي اوف لاترال فنتركل. طيب ممكن تقول لي ايه كمان؟ اول حاجه اللي انا شايفاها هنا الابندايما، الابندايما اللي داخله هنا عند الروف اوف لات اوف ثيرد فنتركل، الابندايما هنا اللي كانت عباره عن تو لير من البايا واللي هتانفجينيت معاها الكورويد بلكسس وهتعمل لي ايه؟ السي اس اف هنا. دي اول حاجه التيلكورويد. المكان اللي دخلت فيه البايو ماتر والمكان اللي دخلت فيه البلاد فيسل اللي دخل هنا الكورويد بلكسس اللي دخل هنا، المكان ده ماشي بالعرض كده، فالمكان ده اقدر اقول عليه الترانسفيرس فيشر، الترانسفيرس فيشر اوف سيريبرم. لو انا بص على السيريبرم كده من فوق او بص عليه من العرض كده هلاقي المكان دوت اللي داخلين فيه بالعرض. انت اه شايف هنا داخل انفيريور بس انت لو بصيت عليه وقطعت البرين كده هتلاقيهم داخلين ترانسفيرس ما بينهم الاثنين. انا في المكان ده وفي الناحيه الثانيه. فانا مكانه الباي ماتر ومكان الفولد بتاعها اللي دخل فيها الكورويد بريكسس دي مكانها ديت اللي داخله ايه؟ الترانسفيرس. يبقى اول حاجه الباي ماتر او الابندايما اللي دخلت والكورويد بريكسس والتيلكورويد والقصه بتاعتنا اياها. تاني حاجه ان انا عايزاك انها نقول الروف بتاعه، ما ننساش بقى ان انا اقول مين؟ البادي اوف فورنكس، ما ننساش ان انا اقول البادي اوف فورنكس اهو. ما ننساش ان انا اقول البادي اوف فورنكس، ومين كمان؟ مين كمان كان فوقينا على طول هنا ومش موجود في الرسمه ولو يمكن الاقيه في الرسمه؟ البادي اوف lateral ventricle. طيب امال مين ده؟ البادي اوف ايه؟ الجري ده. ده البادي اوف كوربس كالوزم. طب مين السيبتم ده اللي بيشغل السبيس اللي موجود ما بين الكوربس كالوزم وما بين الفورنكس؟ مين السيبتم ده؟ سيبتم باللوسدم. سيبتم باللوسدم. يبقى كده احنا خلصنا الروف على فكره. تعالى كده قولهولي واحد واحد. اول حاجه في الروف كانت التيلكورويدي. اول حاجه في الروف كانت التيلكورويدي اللي كانت مدخله الارتريل وهنعمل الكورويد بلكسس ونشرح قصه البايا معاها. تاني حاجه في الروف، تاني حاجه في الروف كانت البادي اوف فورنكس. فين البادي اوف فورنكس؟ اهو. تالت حاجه في الروف كانت البادي اوف كوربس كالوزم. فين البادي اوف كوربس كالوزم؟ اهو. وما ننساش ان احنا هنا في المكان ده بالظبط معانا البادي اوف لاترال فنتركل، والحته البيضه الصغننه اللي انا عمال العب بيها بالنور ديت هي دي اللي مين؟
اللي اسمها السبتم باللسنم. تعال نشوفها في الرسمة اللي جاية. لو ادي ده كده الكوربس كالوزم اهو، وادي الفورنكس اهو، وادي الثالاموس، وادي الهايبوثالاموس. فين مكانك يا ثيرد فنتركل؟ انا الثيرد فنتركل اهو، صح؟ ادي الثيرد فنتركل اهو، انا بكوميونيكيت مع اللاترال فنتركل اللي مكانه هنا كده بالظبط، بس انت مش حاطاهولي، بالانتر فنتريكولار فورامن اوف مونرو. انا بكوميونيكيت مع الفورث فنتركل بالسريبرال اكويدكت. انا مكاني هنا كده ليا روف هنا، والروف ده كان عباره عن التيلا كورويدي اللي هي دبل لاير من البايا ماتر، ودخل فيها الكورويد بلكسس. انا هنا فوقيه الفورنكس، انا هي فوقيه البادي اوف لاترال فنتركل، والسبتم باللسنم ده، والكوربس كالوزم. هل كل الكوربس كالوزم ولا بس البادي؟ بس البادي اوف كوربس كالوزم. السبتم باللسنم دوت ما بحطهوش كده واقول كده ده اي كلام، ده سبتم بس عشان يفصل ما بين التو انتيرير هورن اوف لاترال فنتركل. السبتم باللسنم ده في نيوكلاي مهمه جدا تخص السبتال ارياز، تخص الليمبك سيستم. السبتم باللسنم ده في نيوكلاي اللي مسؤول عن السنتر اوف بليجر، فده ده نيوكلاي مهمه، احنا بس هنا بنقولها كده مجازا كده، لكن الكلام ده كله مهم جدا جدا كفانكشنال، يعني كفانكشنال اناتومي. خلاص طيب، يبقى انا دلوقتي الثيرد فنتركل يا دكتور اهو، انا عرفت اللاترال وول بتاعي كان ثالاموس، هايبوثالاميك سالكس، وهايبوثالاموس. الروف كان تيلا كورويدي، بادي اوف فورنكس، وسبتم باللسنم، بادي اوف لاترال فنتركل، بادي اوف كوربس كالوزم. يا دكتور ما تخلصي بقى يعني وتقولي لنا ان الروف كان عباره عن التيلا كورويدي وثلاثه بادي. اه والله ما تمشي فعلا، التيلا كورويدي الاول، بادي اوف فورنكس، بادي اوف لاترال، بادي اوف كوربس كالوزم. تمام يا ولاد؟ طيب، واكيد مش هننسى السبتم باللسنم، وقلت لك ده مهم وفي سبتال اريز مهم. طيب لو ده كده كان الروف وكان اللاترال وول، الانتيرير وول بقى تشمل ايه؟ هو فين احنا؟ فين احنا مين الاول؟ ادي ده كده الميديال اري اهو، صح؟ ادي الميديال فرونتال، ادي الكوربس كالوزم روستروم، وادي الجنو، وادي البادي، وادي السبلينيوم. يهمني الحاجات دي كلها تبقى فاميليار بالنسبه لك. لو انت الحاجات دي كلها فاميليار بالنسبه لك بكذا رسمه، رسمتين ثلاثه اربعه، الدنيا اتلمت في دماغك. اكتب باسلوبك، مش لازم نصا زي الكتاب، اكتب باسلوبك بس انت تبقى متخيل الرسمه في دماغك. مجرد ما جبت الرسمه في دماغك خلاص انت هتعرف تالف اي حاجه. مش هنالف يعني، اقصد يعني هتعرف تجيبها يعني. يا رب يعني. خلاص طيب، ادي الروستروم، وادي الجنو، وادي البادي، وادي السبلينيوم. طيب وادي كده الاوكسيبيتال، وادي السيرابيلم، وادي الفورث فنتركل، وادي السيريبرال اكويدكت، ادي الميد برين، وادي البونس، وادي الميدال. طيب انا كده فين الثالاموس؟ اهي ادي حته الادهيجن، فادي كده الثالاموس. فين الثيرد فنتركل؟ مكانه هنا كده بالظبط، صح؟ مكان الهواء اللي انا بشاور عليه ده. يبقى لاترال اللي هي الثالاموس والسالكس والهايبوثالاموس. طب فوقيه كان مين؟ شايفين الحته دي؟ البايماتر بعد ما بتغطي عند الاسبرينيوم بتدخل في الشق الصغنن ده، بتدخل في الشق الصغنن الترانسفيرس ده، وبتدخل التيلا كورويدي والكورويد بلكسس اللي داخل هنا. فبقت هي بالنسبه لي الروف، وادي البادي اوف فورنكس، وادي السبتم باللوسدم، وادي البادي اوف كوربس ايه؟ اوف كوربس كالوزا. خلاص؟ طيب ايه الانتيريور وول بقى؟ ايه الانتيريور وول يعني اللي انا شايفاه انتيريور اهو؟ لو كده كان اللاتر الثيرد فنتركل اللي انا شايفاهم انتيريور، انا شايفه مين؟ اللي انا شايفاهم انتيريور اول حاجه خالص خالص انا شايفاها حاجه اللي اسمها اللامينا ترمينالز. ايه اللامينا ترمينالز ديت؟ لو احنا المره اللي فاتت اخذنا ان ديت الجزء ده كان اسمه الاوبتيك كازما في البيز اوف برين، والاوبتيك كازما دوت احنا قاطعين كده ساجيتال، فانا شايفه بس واحده منها، لكن احنا في البيز اوف برين انا كنت شايفهم الاثنين مع بعض، فانا قطع كده ساجيتال فانا شايفه بس واحده منها. الشيت اوف جري ماتر اللي هيربط ما بين الروستروم اوف كوربس كالوزم وهيربط ما بين الاوبتيك كازما هو ده اللي اسمه اللامينا تيرمينالز. واللامينا تيرمينالز ديت مش هقولها كده اي كلام، زي ما قلت لك كده السبتم باللوسدم كان مهم. اللامينا تيرمينالز ديت كمان حاجه مهمه ليه؟ السي اس اف اوقات لما ياكيوميليت، ما قلتهالكوش المره اللي فاتت في الفورث فنتركل ان السي اس اف اوقات لما ياكيوميليت بيتجمع في مكان السي اس اف ما بين اللاترال فنتركل للفوق للثيرد فنتركل للفورث فنتركل، السي اس اف بيسيركليت اللفه بتاعته. السي اس اف لو حصل اوبستراكشن لاي مكان من الفلو بتاعه، اي مكان للفلو من الانتر فنتريكولر مثلا فورمن او من السيريبرال اكويدكت او في السب اراكنويد سبيس، اي بلوكج للمكان دوت بيعمل حاجه اسمها هيدروكيفالس، يعني البرين بيتحول لبالونه ميه لان السي اس اف بياكيوميليت وبيتجمع في سب اراكنويد سبيس. السي اس اف لما بيتجمع هنا في بعض الاوقات السيرجري النيورو سيرجن بيعمل ايه؟ بيدخل عن طريق الثين شيت دوت من اللامينا ترمينالز وبيعمل باث واي او بيعمل اكزيت لمين؟ للسي اس اف.
فلمنة المنال الزيت ما خدهاش كده انتيرير وول كده وخدها كده ببساطة. لمنة المنال الزيت حاجة مهمة، هي عاملة الانتيرير وول. ليه الانتيرير وول؟ اهو ادي الثيرد فنتركل، ادي كده يبقى كده انتيريورلي، ادي اول حاجة خالص اللي اسمها اللمنة المنالس. ايه تاني قدامنا؟ لو ادي كده الثيرد فنتركل نفس الرسمة، ادي كده فوقية التيلاكورويدي والبادي اوف فورنكس والبادي اوف لاترال والبادي اوف كوربس، ادي كده لاترال كان الثالامس، وادي الهايبوثالاميك سالكس، وادي الهايبوثالاموس، ماشي. طيب فين انتيريور؟ ادي انتيريور اللامينا ترمينالس اللي لسه شايفينها، ادي انتيريور اللي فيها الاوبتيك كيازما اهي اللي احنا قاطعين فيها. طيب اللي شاطر قوي قوي هيعرف يقول لي انا هنا ده ايه ده، ده ايه ده، وايه اللي وراه ده، وادي السيريبرال بيدانكل اهو، يبقى انا المفروض في المكان ده اكون في الانتر بيدانكلر فوس. هو ده المحاضره بتاعه المره اللي فاتت، الانتر بيدانكلر فوس. انا الاوبتيك كيازما اهو، فانا قطع كده ساجيتال، فانا شايفه حته من الاوبتيك كيازما، شايفه النص بتاع الانفانديبولوم اوف بيتيوتري، شايفه الماميلاري بادي، شايفه النص بس بتاعه، وادي النص التاني بتاع السيريبرال بيدانكل. لو عملت الانفيرور سيرفس اوف برين الناحيتين مع بعض هتشوفهم الاثنين كونتينوس، صح؟ انا قطعت ساجيتال، فانا شايفه ادي الكوربس كالوزم اهو، وادي اللامينا ترمينالز ديت اللي موصله بالاوبتيك كيازما، تمام. طيب خلي بالكم من حاجه، هرجع اعيدها لك تاني في اللاترال وول، ان احنا لما انا قلت لك المره اللي فاتت ان دي الثالاموس، وادي الهايبوثالاميك سالكس، وادي ديت الهايبوثالاموس، وجيت قلت لك ان احنا في الانتر بيدانكولار فوسا، احنا الكونتنتس بتاعتنا كلنا في الانتر بيدانكولار فوسا هي عباره عن الهايبوثالاموس، وانت يا دكتور بتقول لي ان ادي الهايبوثالاموس اهي. ربنا يهديك يا دكتور، ازاي ديت الهايبوثالاموس وهي عامله اللاترال وول، وازاي دول كانوا عاملين البيز اوف برين هوريزونتال؟ اه انا بس ما رضيتش اغلس عليكم. الهايبوثالاموس عامله زي حرف ال، ليها جزء فيرتيكال اللي هو الجزء ده، وليها جزء هوريزونتال اللي ماشي بالعرض في الانتر بيدانكولار فوس، اللي هو فيه الماميلاري بادي، واللي هو فيه التيوبر، واللي هو فيه الاوبتيك كيازما، واللي هو فيه الانفانديبولوم. عشان كده عشان كده عشان كده هاجي كمان شويه اغلس عليك واقول لك خلي بالك الفلور بتاع الثيرد فنتركل انا مش هقول لك عليه. الفلور بتاع الثيرد فنتركل لو انا هنا كده، لو انا واقفه هنا كده في الثيرد فنتركل، يبقى انا واقفه على السب ثالاموس اللي تحتيه دي على طول، وهنا الجزء الهوريزونتال بتاع الهايبوثالاموس اللي هو الاوبتيك كيازما والانفانديبولوم والتيوبر والماميلاري بادي والبوستيرير بيرفوريتد سابستانس، كل اللي احنا اخدناه في البيز اوف برين. يعني انت عايزه تفهمينا ان انا كده الثيرد فنتركل لاترال ليا الثالاموس والجزء الفيرتيكال اوف هايبوثالاموس بالظبط. انت لو انت ذكي قوي قوي تكتب جنبيها ان اللاترال وول هي الثالاموس والهايبوثالاميك سالكس و الفيرتيكال وول او الفيرتيكال لاير او الفيرتيكال باوندريز اوف هايبوثالاموس، الفيرتيكال بارت اوف هايبوثالاموس. الفلور هتكتب هي الهايبوثالاموس اللي انا واقفه عليها كده بالظبط، السب ثالاموس سوري، والهوريزونتال بارت اوف هايبوثالاموس اللي هو بين قوسين الانتر بيدانكولار فوسا بما فيها كلها، سواء الاوبتيك كيازما، سواء الانفانديبولم، سواء التيوبر، سواء الماميلاري، سواء البوستيرير بيرفوريتد سابستنس. يا رب تبقوا فاهميني. المحاضره دي كماله المحاضره اللي فاتت، انا بدات بالبيز اوف برين علشان الجزء ده، عشان الفلور اوف ان اوف ثيرد فنتركل، خلاص. طيب نرجع بقى في الانتيرير وول، احنا خلصنا كده الفلور وخلصنا اللاترال وول وخلصنا الروف. تعال نرجع للانتيرير وول، احنا بس قلنا منه اللامينا ترمينالس وهي كانت ثين شيت من جراي ماتر موصله ما بين الروستروم لغايه الاوبتيك كيازما، بس لقيت في حاجه هنا كده مخضره، انت شاورت لنا عليها حاجه كده مخضره واسمها انتيرير كوميشر، وللاسف مش هعدي عليها مرور الكرام لان احنا علينا الكوميشرال فايبر، والكوميشرال فايبر ديت هي عباره عن فايبر بتكونكت السيم اريا لكل السيريبرال هيمسفير. يعني لو الاريا مثلا اريا اللي اسمها محمد في السيريبرال هيمسفير اليمين هتكونكت بنفس الاريا اللي اسمها محمد في السيريبرال هيمسفير الشمال، هي بتكونكت السيم اريا، السيم ارياز اللي موجودين في التو سيريبرال هيمسفير في التو ديفرنت هيمسفير. منها مثلا الكوربس كالوزم ده كان اكبر كوميشرال فايبر، وده كوميشرال فايبر تاني اللي اسمه الانتيريور كوميشر، وهناخد النهارده الاثنين التانيين. الانتيريور كوميشر ده انا كده بصه على البيز اوف برين، الانتيريور بارت اوف بيز اوف برين اللي كان مضايقكم اللي قعدتوا تقولوا لي مش هنذاكره، اهو جالنا هنا. الانتيريور بارت اوف انتر بيدانكولار فوسا كان فيه الاولفاكتوري بالب والاولفاكتوري تراك، والاولفاكتوري تراك الحقيقه كانت بتقسم لتو بارتس، بارت ميديال وبارت لاترال، مش عايزه تفاصيل خالص دلوقتي. بس عايزه اقول لك ان الانتيريور كوميشر ده هو عباره عن باندل اوف فايبر مدوره كده راوندد، موصله الاثنين تمبرال لوب مع بعض، وموصله الاثنين ميديال اولفاكتوري تراك مع بعض.
الفكره في الاولفاكت في الانتيرو كوميشر ان هي بتوصل الجزئين الاثنين بنفس السيم اريا يعني من التمبران هنا والانكس هنا والانكس هنا وبتوصل الاثنين اولفاكتوري الجنبين ببعض. الانتيرو كوميشر انا شايفاه بندل اوف فايبر كده، طب لما تقطعها هتشوفها دايره كده في النص زي اللي احنا شفناها في الرسمه اللي فاتت. فعشان كده الانتيرو كوميشر يبان لك بس نقطه صغيره في الساجيتال سيكشن، لكن هو الحقيقي ايه؟ هو عباره عن بندل اوف فايبر كده. يبقى انا الانتيرير وول كان عباره عن اللامينا تيرميناليس، وكان عباره عن الانتيرو كوميشر اللي كان نقطه، وعباره عن حاجه ثالثه لما احط لك الرسمه ديت هتفهمها. فاكر 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 لما المره اللي فاتت قلت لك ان احنا عندنا حاجه اسمها هيبوكامبس، والهيبوكامبس دوت كان حاجه مهمه جدا جدا في الليمبك سيستم. الهيبوكامبس دوت كان عباره عن فايبرز كده، والهيبوكامبس كان بتبتدي بحاجه اسمها بيس هيبوكامباي، وكان بيبتدي بتطلع الفايبرز بتاعته بتتجمع في حاجه اسمها الفورنكس، والفورنكس دوت كان ليه الاول الكروره اوف فورنكس وبعدين البادي اوف فورنكس، وبنرجع نتقسم لاثنين كولومز اوف فورنكس انتيريور، والكولومز اوف فورنكس دي بتنتهي في الماميلاري بادي. يا دكتور انت قلت لنا الكلام ده فين؟ قلت لك واحنا بناخد في الانتر بدانكولار فصة، قلت لك ما تنساش ان احنا عندنا حاجه اسمها الماميلاري بادي، والماميلاري بادي بتاخد الافرنت بتاعتها من الكولوم اوف فورنكس اللي جايه لها من الهيبوكامبس، بس بتودي الافرنت بتاعتها لغايه مين؟ اللي فيها الزرار، لغايه الثالاموس عن طريق الماميلو ثلاميك تراك. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. طيب الجزء الاخضر الكبير دوت اللي انت قطعاه ده يا دكتور وعايز تلخبطينا بيه، الجزء الكبير قوي ده اللي احنا اللي مقطوع فوق ده، الجزء الكبير دوت اللي اسمه الكوربس كالوزم. طب الكوربس كالوزم دوت انا شايفه منه الروسترم، وشايفه منه الجنو، وشايفه منه البادي اهو، وشايفه منه السبلينيا من ورا. الروسترم ده انا شايفه الثين شيت من جري ماتر اللي لازق عند الاوبتيك كازما اللي اسمه لامينا تيرميناليس، وشايفه ادي اهو الانتيرير كوميشر اللي كان باندل اوف فايبر بس لما قطعتها بقت باينه لي حته صغننه دايره كده. طب امال ايه كمان انتيرير؟ هو فين الثيرد فينتريكل في الرسمه دي؟ لو ديت الثالاموس يبقى فين الثيرد فينتريكل في الرسمه دي؟ اهو. مش كان البادي اوف فورنكس كان هو الروف؟ مش كانت الثالاموس كانت هي اللاترال وول؟ مش كان الهايبو ثالاموس كان هو اللاترال وول؟ فيبقى انا مكاني هنا كده بالظبط، صح؟ يبقى الانتيرير وول يصح اقول الانتيرير كوميشر، اللامينا تيرميناليس، والكولم اوف فورنكس. الانتيرير وول يصح ان انا اقول اللامينا تيرميناليس والانتيرير كوميشر والكولم اوف فورنكس. اللامينا تيرميناليس اللي موصله الروسترم للاوبتيك كازما، الانتيرير كوميشر اللي بيوصل الاثنين التمبرال مع بعض والفاكتوري مع بعض، والكولم اوف فورنكس اللي بينتهي في الماميلاري بادي. تمام، ده كده الانتيرير وول، يا رب نبقى فاهمين. طيب البوستيرير وول، البوستيرير وول يمكن يكون ما فيش فيه كلام قوي. البوستيرير وول احنا عندنا فيه جزء من الابيثالاموس مش مهم قوي بالنسبه لكم، الابيثالاموس اللي هي فيها البينيال جلاند. البينيال جلاند مهمه في الميلاتونين وفي ريجوليشن بتاع السليب، ليها فانكشن كتيره مهمه جدا جدا هي كلينيكالي، بس بالنسبه لنا احنا مش مهم. البينيال جلاند الجزء اللي ورا دوت من الابيثالاموس انا شايفاه اهو ورا السبلينيوم اوف كوربس كالوزم. ركزوا بقى معايا جدا جدا في الرسمه دي، انا شايفه كده البينيال جلاند اهو، وشايفه ادي الباك اوف ميد برين، شايفه السوبيريور كوليكولس اهو، وشايفه الانفيريور كوليكولس اهو، الباك اوف ميد برين، وادي السيريبرال اكويدكت. طيب ادي البينيال جلاند. البينيل جلاند ليها ستوك، يعني ايه الستوك؟ يعني الجزء الـ 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 البدايه بتاعه البينيل جلاند نفسه، البرعم بتاعته، البدايه بتاعته. الستوك بتاع البينيل جلاند دوت هلاقيه متقسم لاثنين، الابر ولور، يعني الاقيه متقسم لواحد فوق كده وواحد هنا. الابر بارت بتاع البينيل جلاند بتاع الستوك سوري بتاع البينيل جلاند هلاقي فيه هنا كوميشر، هلاقي فيه فايبر بتوصل حاجتين ببعض برضو اسمها هابينيولر كوميشر. يعني ايه كوميشر؟ يعني بريدج. واحنا عندنا فيه اتنين نيوكلياي اسمهم هابينيولر نيوكلياي، ليهم فانكشن مهمه، ليهم للموتيفيشن، وليهم بيتقال ان هم ليهم كلام كتيره في الادكشن. يعني مش مهم الفانكشن دلوقتي، بس خليك عارف ان الكوميشر ده بيوصل الاتنين نيوكلياي يمين وشمال اللي اسمهم هابينيولر نيوكلياي. لو دوت لو الهابينيال كوميشر دوت كان موجود في الابر بارت اوف باينيال جلاند في الستوك الابر، البوستيرير كوميشر التاني دوت الاخضر ده موجود في اللور ستوك بتاع الباينيال جلاند، يبقى انا كان الباينيال جلاند ليها تو ستوك، واحد فوق واحد تحت. الستوك اللي فوق هلاقي فيه الهابينيال كوميشر، الستوك اللي تحت هلاقي فيه البوستيرير كوميشر. لو كان الهابينيال كوميشر دوت بيوصل ما بين اتنين هابينيال نيوكليون مهمه كفانكشن، البوستيرير كوميشر دوت بيوصل الاثنين سوبيريور كوليكلوس مع بعض، الاثنين سوبيريور كوليكلوس يمين وشمال مع بعض، اتفقنا انها فيجوال ريفلكس سنتر فهي بتوصل الاثنين ببعض.
السوبيريور كوليكتس اليمين بالسوبيريور كوليكتس الشمال. وبالتالي بقت البوستيريور وول اوف ثيرد فينتريكل، الثيرد فينتريكل محشور هنا كده، الثيرد فينتريكل كان الروف بتاعه هنا البادي، فالثيرد فينتريكل مكانه هنا. الثيرد فينتريكل بقى البوستيريور وول بتاعه عباره عن ثلاث حاجات، عباره عن البوستيريور كوميشر شخصيا، عباره عن الهابينيلر كوميشر، عباره عن الباينيل جنال دي نفسها صح، بما فيها الستوك بتاعها اللي هو الجزء ده. يبقى البوستيريور وول الستوك بتاع الباينيل، الهابينيلر كوميشر اللي في الابر ستوك، البوستيريور كوميشر اللي في اللور ايه اللي في اللور ستوك. اتفقنا الستوك دوت برعم وبعدين بيتقسم لاثنين، فانا عندي ابر ستوك وعندي لور، وعندي الستوك نفسه ده، ابر ستوك اللي هو اللي فوق، اللور ستوك اللي هو اللي تحت. فهنا لو الثيرد فينتريكل هنا يبقى البوستيريور وول ليه الاثنين ستوك ده، والستوك شخصيا، والباينيل جلاند ذات نفسها. تمام يا ولاد؟ يا رب تبقوا فاهمين. لو احنا جينا كده في الرسمه ديت، انا مشاوره لك بس هنا على البوستيريور كوميشر، هنا مكبرين البوستيريور كوميشر، وادي الزرار بتاعنا يبقى هنا كده الثيرد فينتريكل، ادي اللاترال وول بتاعي الثالاموس والهايبوثالاميك سالكس والهايبوثالاموس، ادي الفلور بتاعي اللي هو السب ثالاموس والهوريزونتال بارت اللي كان عامل ال شيب بتاع الانتر بيدانكولار فوسا، وادي الروف بتاعي اللي كان فيه التيلا كورويدي والبادي اوف اي والبادي اوف اي والسبتم باليسدم والبادي اوف كوربس كالوس. ادي البوستيريور وول بتاعي اللي كان عباره عن الباينيال جلاند واللي كان ليها ستوك بتاعها، والابر ستوك اللي فيه الهابينيلر كوميشر، واللور ستوك اللي فيه البوستيريور كوميشر. عشان تجيب رسمه بوستيريور فيو وتشوف فيها الاثنين ستوك بتاع الباينيال جلاند كانت صعبه جدا الحقيقه، فحاولت ان انا اقربها لكم شويه ما عرفتش، فيا رب تكونوا متخيلينها بالساجيتال سيكشن. يعني لو احنا باصين كده، ادي الثالاموس البولفينار اوف ثالاموس اللي هو الجزء الكبير من الثالاموس، وادي الباينيال بادي اهو، عند البينيل جلاند اهو، البينيل جلاند وكان تحتينا على طول السوبيريور كوليكلس والانفيريور كوليكلس. والبينيل جلاند اتفقنا ان هو داخل كده جوه في الدبث كده، داخل جوه في الهابينيلر كوميشر جوه، والبوستيريور كوميشر اللي تحت اللي بيوصل الاثنين سوبيريور كوليكلس مع بعض. يبقى انت دلوقتي انت ممكن عشان تذاكر وتلم الليله في دماغك ان البوستيريور كوميشر دوت هو في اللور ستوك اوف بينيل جلاند. طب بيوصل مين بمين؟ بيوصل الاثنين سوبيريور كوليكلس ببعض. طب الهابينيلر كوميشر هو ما بين الابر ستوك اوف بينيل جلاند الاثنين ببعض، بيوصل مين بمين؟ الهابينيلر نيوكليير الاثنين ببعض. طيب ادي البينيل جلاند اهي، وادي الهابينيلر كوميشر فوق، دي اكتر رسمه حاولت ان انا اجيبها، وادي الهابينيلر كوميشر فوق، فهنا الثيرد فينتريكل محشور بين التو ثلاماي، فبالتالي هو بقى البوستيريور وول بتاعه هو البينيل، والستوك اللي فوق والستوك اللي تحت اللي بيكونكت الاثنين سوبيريور كوليكلس ببعض. تمام؟ الفلور احنا اوريدي قلناه ان انا عندي لو هنا كانت الثالاموس وده كان كل ده الروف، ده كده كان بوستيريور، ده كده كان الفلور اللي انا نايمه عليه، نايمه على الهايبوثالاموس. وما ننساش ان الهايبوثالاموس كانت عامله زي حرف ال ال، كان لاترال وول هو اللاترال للثيرد فينتريكل، والفلور كان هو اللي كان فيه الانتر بيدانكولار فوسا. عشان كده وانت بتذاكر هتسمع الهايبوثالاموس مرتين، هتسمع الهايبوثالاموس في اللاترال وول مع الهايبوثالاميك سالكس ده الفيرتيكال، وهتسمعها في الفلور هو ده الهوريزونتال. معلش عشان خاطري اكتب جنبها في الفلور الهوريزونتال بارت اوف هايبوثالاموس اللي هو بين قوسين الانتر بيدانكولار فوسا، اللاترال وول اللي هو الوول اللي واقف اللي انا بشوفه تحت الهايبوثالاميك سالكس على طول. تمام كده؟ دي كده تجميع على الباوندرز مع بعضها. بعد ما تخلص مذاكره هترجع كده تختبر نفسك تاني، اللاترال وول انا بقول لك الثالاموس، الهايبوثالاميك سالكس، الهايبوثالاموس، البوستيريور وول، الباينيل جلاند والاثنين كوميشر، بقول لك الانتيريور وول عباره عن اللامينا تيرمينالس، عباره عن الانتيريور كوميشن، اوعى تنسى الكولوم اوف فورنكس، ده انا جايب لك رسمه ليه لوحده. الفلور كان عباره عن الانتر بيدانكولار فوسا وبين قوسين الهوريزونتال بارت اوف انتر بيدانكولار فوسا. تمام؟ يا رب تكون الدنيا واضحه معاكم. اخر حاجه بقى في المحاضره النهارده هي الريسيسز. الريسيسز زي ما اخذنا في الفورث فينتريكل، الريسيسز يعني عباره عن سبيس واسع سنه في ال سي اس اف بيتجمع فيه. في الثيرد فينتريكل عندنا الحقيقه اربعه ريسيسز. الريسيسز ديت المكان اللي بيتجمع فيه، هتلاقي هنا لو انا كده في الثيرد فينتريكل هلاقي كده بوستيريور، هلاقي فيه واحد فوق الباينيل، فوق الباينيل جلاند، اللي فوق الباينيل جلاند دوت فوق الستوك بتاع الباينيل جلاند بسميه سوبرا باينيل ريسيس. والريسيس الثاني اللي داخل ما بين التول ستوك اللي فوق الابر واللور بسميه باينيل، يعني اللي داخل جوه الستوك نفسه كده حاشر نفسه ما بينهم ده اسمه باينيل، اللي داخل فوقيها ده اسمه السوبرا باينيل. هلاقي في ستوك ثاني داخل جنب الانفانديبولوم كده، لقى الانفانديبولوم نازل كده للبيتيوتري قال له طب والنبي خدني معاك. الانفانديبولوم دوت اللي داخل عند الانفانديبولوم اسمه انفانديبولوم ريسيس. الستوك الريسيس الرابع اللي هلاقيه هنا جاي عند الاوبتيك كازما، فوق الاوبتيك كازما، فاسمه اوبتيك ريسيس،
يبقى انا عندي 4 رسس، في اوبتيك وفي انفانديبولوم، اوبتيك وانفانديبولوم والباينيال والسوبرا باينيال، اوبتيك وانفانديبولوم وباينيال وسوبرا باينيال. يا رب المحاضره تبقى بسيطه بالنسبه لكم، يا رب يا رب، ولما تذاكروها تلاقوا الدنيا بسيطه. انا عارفه ان الاونلاين مش احسن حاجه في الدنيا، بس والله انا لو عليا اعملها لكم فيس تو فيس، بس ده طلبكم انتوا اللي عايزينها كده. فان شاء الله تبقى الدنيا متخيلينها كده كويس وتبقوا فاهمينها حلو يا رب. طيب اسئله الثيرد فنتركل ممكن تيجي اسئلته ازاي؟ الثيرد فنتركل صعب يجي كله لانه سؤال طويل. فالثيرد فنتركل يا اما احدد لك حاجه من الباوندريز، روف او فلور او انتيرير او بوستيرير او الباوندريز كلها انيموريت، او الثيرد فنتركل السؤال الثاني اللي ممكن يجي فيها اخر حاجه اللي انا ما طولتش فيها الريسس انيموريت الريسس اوف ثيرد فنتركل، لكن كله على بعضيه لا طويل. خلاص طيب ال ام اس كيو بس كده عشان تصحصحوا. regarding the third ventricle one of the following is correct، هو الكافيتي اوف سيريبرال هيمسفير. لا الكافيتي اوف سيريبرال هيمسفير كان هو اللاترال فنتركل. اتس روف فورمد باي هايبوثالاميك سالكس. لا الروف بتاعه ما كانش معمول بالهايبوثالاميك سالكس، ده كان لاترال وول هايبوثالاميك سالكس. الروف كانت تيلا كورويدي وثلاثه بادي، بادي اوف فورنكس، بادي اوف لاترال فنتركل، بادي اوف كوربس كالوزم. الانتيرو كوميشر هانجن فروم اتس روف. هل الانتيرو كوميشر كان من الروف، متعلق من الروف بتاعه؟ لا طبعا، الانتيرو كوميشر ده كان في الانتيرير وول. خلاص الانتيرو كوميشر كان في الانتيرير وول. طيب اتس لوكيتد بتوين التو ثلاماي. طبعا هو بتوين التو ثلاماي الثيرد فنتركل، يبقى هي دي الاجابه الوحيده اللي صح. طيب ريجاردنج ثيرد فنتركل سيلكت برضه كوريكت انسر، البيتيوتري جلاند ستوك هي عامله البوستيرير وول، ده حقيقي. اللامينا ترمينالس از فورمينج اتس روف. اللامينا ترمينالس كانت عامله الروف، لا اللامينا ترمينالس كانت انتيريور وول. اتس كونكت للفورث فنتركل عن طريق الانتر فنتركولار فورامن اوف مونرو. للفورث فنتركل ولا عن طريق السيريبرال اكويدكت؟ عن طريق السيريبرال اكويدكت. ات كوميونيكيت وذ بوث فنتركل اللاترال والفورث، دوت حقيقي. الاجابه دي صح والاجابه الاولانيه صح، انا ما خدتش بالي. البيتيوتري جلاند سوري ده هنا البيتيوتري جلاند، لا يبقى غلط. البيتيوتري جلاند ستوك فورمينج اتس بوستيرير وول، شوف انا وقعت فيها، انا حطها لكم عشان اوقعكم وقعت انا ما شاء الله. طيب البيتيوتري جلاند ستوك، لا مش هي اللي عامله البوستيرير وول، هي الباينيال جلاند ستوك هي اللي عامله البوستيرير وول. البيتيوتري جلاند ما كانش ليها ستوك، ده كان ليها انفانديبولوم، الانفانديبولوم ده كان جزء من الفلور مش من البوستيرير وول خالص. يبقى هي كوميونيكيت مع البوث فنتركل، هي دي الاجابه الوحيده اللي صح. طيب regarding the third ventricle، الثيرد فنتركل لا ما غلط انجلز دي. One of the following is correct. Its lateral wall is formed by thalamus only. The lateral wall معمول بالثالاموس بس مش only. It communicates below مع central canal of spinal cord. لأ طبعاً. Its anterior wall. Its anterior wall is lamina terminalis and anterior commissure. من anterior wall lamina terminalis and anterior commissure حقيقي. The hypothalamic sulcus دوت كان بيعمل الروف. لأ the hypothalamic sulcus كان بيعمل lateral wall. يبقى هي الإجابة الوحيدة اللي صح، الأنتيريور وول هي كانت اللامينا ترمينالس والأنتيريور كوميشر، وأوعى تنسى الكولن أوف فورنكس. يا رب يا رب تبقى المحاضرة سهلة بالنسبة لكم، أتمنى إنها تكون سهلة، ويعني أنا معاكم، أنا معاكم لو احتجتوا أي حاجة. يا رب ربنا يوفقكم كده يا رب، ربنا معاكم يا حبايبي يا رب.